بابي دريد نسوي مقلب بماما سعاد، مو بماما سعاد، بابا وفيرة قبل ما يجون. بس تبنيني هاي الحلقة شلون حنشرح اليوم يا أستاذ صالح؟ تنحكي زهقة أش. يلا أنس نخبط التطبيق من يمي همين هدر أشياء الله أطفي أسد يأذني أسأذني إذا نسوي يرمش الكعشي هاي يوبا ده شوف لا ما ده شوف زين انت نصبته واحد هي ابويا ظل يقول ابني احنا ما نريد تكنولوجي نريد جلوب مال ايام زمان نحط الجلوب اوكي نور خلينا نقولها واحد صحي امي امي هسه مو خابروش قالوا ايش تريدين غدا ولا لا نور قولي لهم هذا اللي طلع عن زباله وبس يرمشين وبهن مشاكل وخابرت ايهاب الكهربائي قال مشكلتكم هذني انس اشتراهين اوكي خلي امي تذبها للقنبله ماما ماما سعاد نو بس سوي سوي ريشن ليش ده يصير اخضر ازرق هو هاي يعني للمطبخ العالمي يحطون هاي الالوان هاي لا انس يعني هاي مو كذب اكو واحد للمطبخ يا ها بنفسجي احمر ازرق زين شلون حنطبخ لا اكو واحد هناك ما يتحرك وينه اي والله ذاك نفس اللون ما متحرك رقم 2 هاي شنو هاي صار بهم هاي شنو به المطبخ والله بعد لو صار هيك برتقالي يدوخ هذا يعني هذا ترى مو طبيعي انت تامين هاي بيك معودها احنا زعلت 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 امي زعلت بنص المقلب يعني هذا كهربائي وحط الليف وشيل الليف وسوي الليف ده تسوي لي بارتي لو مطبخ هذا شنو هذا دروح يا معود دروح والله هذه امي هذا نسوي مقلب على ابويا ايش فيك ها مقلب على ابويا وانت تشاركين فيها يوم صار ايش فيك امي يا مقلب يا معود مقلب هذا يا مقلب هذا علي المقلب لا صدق زهقتني وهاي فرحانه مثل الزعاطيف الالوان تقمد دروحي يا معوده دروحي لعد هذني كلها نفس الشيء شلون حياتي ما سمعتك من كنا جهال يعني انتو كنتوا جهال تلعبون بالبي كانوا ثابريني هسه بدلت البي كانوا تكنولوجي وتلعبون بينا طوبة التمرين احنا ما نتحكم بيه بالتليفون انت شفتي همتي انت بس فاهميني انت هسه شفتي همتي مرت اخبرت تسمعني اوكي حبيبتي يلا ما عاد اسوي لك يعني شنو بدون ها شوف الصار باكر يجي طولتي انت مو نص باكر يجي تقول لك حد تتعارك باكر يجي ايهاب قال لي اجي مرت طيب يا جاي ها ايش راح تسوي شنو ايش بيه ايهاب اقول له عليل بيت متمسخر يعني قوم يطفي والوان وحريق انت بس تفتهمين انه هذا مقلب له ماذا تفتهمين مقلب ايش اوكي مقلب ايش نورا شنو مقلب احنا هنا قاعدين المقلب بعض ما هاي مثل مقلب انت اعطيتينا مجال نحكي لا انا شوية تعبانه من الشيء تعبانه يعني طق واير من دماغي ادري تعبانه يبو مو طبيعي يلا باي تروح ارجعي بايبي هاي جبنا الكهربائي امه يعني ردنا ضوايات محترمه شو هاي قام اطف الضوء والحقني شو هاي الوان او غير هاي ضوايات طبيعيه ها هو من مشتريه والله ما أعرف بس أنا هسه يعني حسب كلامك ابني وأنت فاتح هسه آيباد وتحاكيني حسب فهمي أنت بواشنطن وتطفينا وتعلقنا يما هيك بيت هبيدين نشكرك ما تتحكم بينا أنت بواشنطن وتطفي وتعلق قلوباتنا زين والله وأنت خوب ما عندك مانع إحنا نايمين أنت تعلق وتطفي بس أنت هسه بس مفتهمة إن ليش هسه يشتغلون ويطفون لا والله يما ما مفتهمة كفي لك الله زين انت ما اعطيتينا مجال شو تفهمني؟ يقولون بالليل هسه انت بس طفي الانترنت بعد ما يرمشن زين طف رمشن
لا عاد احنا شنو فايده الانترنت لما نطفي بلا واخلص شغلي اني واتابع لي يوتيوب واتابع لي مسلسله زين اني اطفي ايه؟ ايه بس مو انت من تتابعين انترنت من تتابعين مسلسله ايه شو تسوين بالش اسمه بالأضوية ما عندكم بالمطبخ مو ده تقول طفوا الانترنت اطفي الانترنت بيش اباوع المسلسله مش شغليكم انا بمشي الله يرحمك بشيف ابويا يا الله عليكم هاي منو داي طفي هاي منو داي طفي ويعلق هاي انتي شون 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 شفتها امتي انت بواشنطة مطفينا ويعلق هاي غير سيطرة هاي سيطرة تكنولوجية والله زين وانت انت بالليل تقعد احنا بالنام مثلا احنا نيجي بالليل وظلمة وهاي ويطفي باعي هسا اختاري لون اختاري لون سوي لي فوق السونق الازرق سوي احمر اي والله سوي بنفسجي بوربل اي والله والله ولا اجيب لك بعد انا هسه باكر يجي ايهاب اقول له راجعه طبيعي شنو عندنا هاي شنو هاي هذا بيته نهس طفي وعليك هذا شعليه حبيبتي هذا مو تليفوني هذا كذا خبر بيها شعليه والله مو هاي بتجي والله اني اصلا ما صدقت تعمي تكنولوجياتك وصلت حدها إنه بقوم تلعب علينا بالتكنولوجيات. ها نورة تقول اللي حيتحكم بالتدفئة والتبريد زين أنت يمك مثلاً حارة. التدفئة باع والتبريد هذا بي باسورد ممنوع أحد يعني أنا أبوي أطفي التبريد. والطباخ ماما. طباخي طفي زين على أنا بعدني ملح. الطباخ ممنوع تقلين بس. بس سلق مال مستشفيات. بس خلي عمي نكمل البيت بعده واقف على حاله خلي نكمل شغلنا واني اشوفك انا باكر يجي الكهربائي اقول له فهمني شنو هاي القصه صدق ابننا بالواشنطن يتحكم بينا اقول لك شو اليوم تين تايم مدى يشتغل عندي ليش انت مو تحولت ومو الانترنت ماكو ما ادري جوز زين انت جاوبت على تين تايم انت بنص لا مو متعوب في المسلسلة مال شو اسمه جمهورية مبابة كلش حلوة بيها هذا باسم سمرة باسم سمرة اي خلصناها انا والمديرة حلوة تخرب من الضحك العراقية بس هسه رحت على جمهورية مبابة يا باي ماما انا ما اشتغلت يعني حتى صاحب اللي هذا ما ادري شو يسموه اتصل بي من هو اقول لك اي عندي علاقات والله اخابر انت ليه حبيبتي ايش حلك او يمه كنوشه مبدله وقاعده ددشن البيت الجديد بس صح يعني تابع قناتك حننزل حلقه تفتهمين الموضوع دي الله عمي انا ويا المتابعين ابدا افتهم اقول لهم فهموني